طيب خليني بمناسبة سيمبا التنزاني نروح ل مولانو إريك نجامبي، ده نائب رئيس سيمبا التنزاني معانا من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. تعرف منه على الساعات لأنه الماتش ده ليه اهتمامات كبيرة جدا. عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، نرحب بيه ونشكره. طبعا بشكرك على مشاركتك معانا في السادسة، وأهلا وسهلا بيك معانا على شاشة الأهلي. Thank you very much. سيد شكرا سيف جزيلا موبا. على استضافتي. سيد سيف موبا طبعا عضو مجلس إدارة نادي سيمبا. أنا عارف إنه في اهتمام كبير جدا مش بس عشان المباراة بتجمع بين سيمبا والأهلي في افتتاحية البطولة، لكن كمان في اهتمام كبير جدا بانطلاقة البطولة في نسختها الأولى، في دعوة لعدد كبير من الشخصيات لحضور مباراة الجمعة المقبل. عايز أعرف بداية تحضيراتكم واستعداداتكم لاستضافة المباراة وافتتاح البطولة. All right. حسنا. Thank you very much. شكرا جزيلا. في البداية as member of the board of Simba Sports كعضو مجلس إدارة لنادي سيمبا أود أن أقول أننا سعداء جدا لأن مباراتنا الأولى ستكون أمام أصدقائنا النادي الأهلي المصري. بالطبع نحن استعددنا جيدا وكل تحضيراتنا ضعفناها لأجل هذه المباراة في تنزانيا. كل الأمور على استعداد، وحتى لمباراة مصر نحن مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة. طيب خليني بداية نتكلم على الاستعداد الفعلي لاستقبال المباراة. هل تم طرح تذاكر المباراة؟ هل تم تخصيص جزء لجماهير نادي الأهلي؟ وإيه هو عدد التذاكر اللي هيكون مخصص لجمهور نادي الأهلي على ملعب أعتقد بنجامين مكابا، الملعب اللي هيستضيف المباراة؟ نعم طبعا. كما تعرف أن ملعبنا أن ملعبنا ملعب رئيسي في تنزانيا، وكان لدينا الكثير من التحضيرات الخاصة بالاستاد قبل المباراة. الملعب والمدرجات لتطابق معايير الاتحاد الإفريقي، فالجماهير كلها مستعدة لحضور المباراة، والملعب كذلك مستعد في 20 أكتوبر. فأعتقد أننا قد نفذت التذاكر بالفعل من جانب التنزاني، قد كلها بيعت ونحن نضمن ذلك أن يمتلئ الاستاد. نحن ننتظر كذلك لجماهير الأهلي، ف لدينا جزء كبير من جماهيركم في تنزانيا جاهزون أيضا لحضور هذه المباراة. لذلك نحن في انتظاركم، نحن مستعدون جيدا، نحن جاهزون لهذه المباراة أمام أصدقائنا كما ذكرت، النادي الأهلي الرياضي. نعم. خليني أكلمك عن المواجهة. واحد فريق سيمبا قام بعمل تعاقدات لعدد كبير جدا من اللاعبين، رأيك على تأثير ده على فرصه في المنافسة الموسم ده سواء في الأفريكان ليج أو في الشامبيونز ليج؟ نعم. في البداية نحن سعداء للمشاركة في البطولتين، وخصوصا في دوري السوبر الإفريقي. كما تعرف فنادي سيمبا نادي كبير، كما الحال النادي الأهلي، فالأهلي هو الأكبر في إفريقيا بالطبع، إن لم يكن على الساحة وخارج إفريقيا أيضا. فبالتالي نحن جاهزون لبداية هذه البطولة دوري السوبر الإفريقي. لذلك قمنا بالصفقات، ولدينا بالفعل لاعبون جيدون من قبل. نحن نعرف أن لاعبينا جاهزين لخوض البطولتين، ولكن كان يجب علينا أن ندعم وأن نشتري بعض اللاعبين الآخرين الرائعين أيضا ليوافقوا هذا المستوى العالي من اللعب في أفريقيا. فبالتالي
نعم نحن استعداد. هل في اسماء هتغيب عن مواجهه يوم الجمعه المقبله؟ هل في غيابات في صفوف فريق سيمبا؟ Oh, you mean players that cannot play in the game? Yes. تم تحديد موعد المباراة؟ All players are ready. All players are. كل لاعبونا جاهزون. And all players are fit. كل لاعبونا في حالة بدنية جيدة. لا يوجد لدينا غيابات إلا لاعب واحد فقط. أنا أتفهم أنه ليس جاهزا. لدينا إصابة حالة إصابة واحدة. ولكن وكان هذا منذ عدة أشهر، ولكن باقي اللاعبين جيدين وجاهزين لخوض هذه المباراة. عضو مجلس إدارة نادي سيمبا التنزاني، بشكرك شكرا جزيلا.